خير الربح الكتير لفامي. صباح قطرات الندى، صباح الخضورة، صباح الجمالية، صباح كل ما هو رائع وجميل. كيف صبحتم؟ مزيانين مضخمين؟ ونهاركم مبروك. اش خباركم؟ اش كتعاودو؟ كيف ماشي مع برودة؟ كاين شي شتا؟ ولله الحمد، الحمد لله على كل حال. طاحت الشتا تبارك الله، البرودة القايلة، كل شي موجود الحمد لله. وكما العادة مرحبا بديما، كنرحب بكم في القناة ديالي اللي هي قناة ميمي بلوغ. وكنشكر الجميع على الدعم والمساندة، شكرا بزاف بزاف. اليوم لا فامي فقت بكري بزاف على النبوري كيف ما كنقولوا، وانا نشوف هاد المناظر الرائعة صراحة. واحد المنظر، واحد المنظر هائل في الصباح بكري. الربيع باقي فيه هاد القطيرات النده كيف ما كتشوفوه، النده على الربيع، واحد الخضوريه، والقيله باقا حتى القيله باقا ما شرقاتش. المهم هاد المنظر عجبني بزاف بزاف. وكما العاده جبت تليفون وصورته وقلت لي ما لا اشاركه معكم، وكنتمنى يعني ينال الاعجاب ديالكم. هانتوما في صباح الباكر هاد المنظر، هانتوما لي شامبينيو هذيك اللي كتشوفوا قدامكم، ستيتوا صراحه عليها عليها الناس الاولى زعما. عاد عرفت علاش كيقولوا الفياق بكري بحال الذهب مشري صراحه. خلاو زعما داكشي اللي قالوا الاوله يعني الله يرحمهم وصافي، ما كذبوش في داكشي. فعلا انسان ملي كيفيق بك احسن من الذهب مشري، ماشي بحال الذهب مشري، انا كنقول احسن من الذهب مشري. حيت اش كتفيق في الصباح بكري كتشم واحد الهواء نقي، و كتستنشق واحد واش نقول لكم، بواحد الحريه، بواحد النشاط، بواحد الهواء نقي، كتسمع زقزقه العصافير. يعني ما كاينش احلى من هذا الشيء صراحه صراحه والله الا سيغتو. انا كنهضر يعني الناس اللي في الباديه ولا اللي المهم المدينه، الله يحسن العون، واخا يفيقوا بكري يعني التلوث وهذا فهمتي، ما كاين ماشي بحال الباديه. اللي ساكن في الباديه ما يفلتش هاد المناظر، ما يفلتش يفيق بكري، يفيق بكري ويحاول يستمتع بهاد المناظر الرائعه اللي كتجبرها في الصباح بكري. دورات يعني كتفوج على القلب، تنعش القلب وتريح النفس. هذا بعدا دخلنا عليكم بالله، هذا المخلوق قولوا لي كيفاش كتسميوه. حنا هنايا كنقولوا له قرنيش، هنايا في سميتو في الريف كنعيطوا له قرنيش. والغريب في الامر هو ديما لبس الجلابة، الشتوة كاملة كيجوزها بالجلابة. والله إلا هاد النبتة صراحة، هاد النبتة يعني أثارت الإنتباه ديالي بزاف، كيعجبني نشوف المنظر ديالها. كيجيني بحال شي راجل لابس الجلابة، كنقول المهم الشتوة جاتو البرودة، ديما لابس الجلابة. هاد المنظر فيه مزيون، فاش كنشوفو كنعرف بلي ان الشتوى دخلت صافي من غير البروده. المهم كتشوف هاد النبته هادي كنعرف الشتوى دخلت. سميق لي هانتوما المنظر، فيه واحد المنظر مزيون.
وشنو عملت. المهم المسامحة وصافي. حتى صورت الفيديو، صورت الفيديو وساليت، فساليت المهم بغيت نمونطيه نجبر صورت صورت بالمقلوب، قلبت التليفون فاش كنت كنصور التليفون صورت بالمقلوب. المهم خليتو هيداك كيف ما هو، نشرتو صافي خليتو هيداك، ونتمنى قبلوا عليا وصافي. الاهم من هذا هو المنظر ولا لا؟ ما كان باقي بيا الناس، والله الا ما رجعتش البال تاع، بقيت كنصور بعيده تا ساليت عاد بقيت كنتفرج للفيديو، عاد كنجبرو نصور بالمقلوب. يا سلام. عجبو الفيديو، عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا لي لايك لي كومونتير المزيونه، وتا اي ملاحظه، اي ملاحظه عندكم كيف ما كانت يعني انا نتقبلها. انا كيعجبني الانتقادات، كيعجبني يعني الملاحظه كيف ما كانت كنتقبلهم بصدر رحب. لي شامبينيو، الفطر، الفطر النباتي، هذا الفطر مسمى شوفو قرنيش، سبحان الله العظيم. شوف شنو على ملاحظة اللي لاحظ، شق الأرض فتحات وطلع منها يعني بكل، طلع منها بواحد الطريقة سبحان الله، بلا ما تهرس له لا داك الطريبيشة ديالو لا حتى شي حاجة، سبحان الله العظيم. شو على المنظر فيه، شو ما قلت لكم، بحال شي راجل لابس الجلابة سبحان الله، ولله في خلقه شؤون. والحالة زون، قالكم على الصباح حتى هو فاق، فاق كي ماشي كيتمشى. بقيت كنصورو، كنصورنا كيف ما كان هنايا في هاد اللقطة هادي، كنصور فاش رجعت وكان خارج كيتمشى، فاش عملت التليفون فوق منه شافني سبحان الله. هو يتخبى في الدار ديالو. هو هذا اللي قرينا عليه دب الحلز فوق حجارة، من أين أتى يحمل داره. انتوما انتوما تي صغار، انتوما شوفوا سبحان الله. يمكن هذا هو الفيديو تاع هذا النهار، شاركته معكم وكنتمنى هنا الاعجاب ديالكم. اللي عجبو الفيديو يعمل لي ما يبخلش عليا بلي لايك ولي كومونتير، وشكرا بزاف، شكرا بزاف بزاف. والى بلوك اخر ان شاء الله، وتحياتي للجميع، والله يوفق الجميع. يلا بسلام عليكم، خليتكم على خير.